يسرى عم تستعد لمشهد. اوكي وهلا وصلنا لهون على حي اكتوبر سو راح ارقجي من ورا. حليان كثير يا راجل والله العظيم عشان مفتحه شعري شوي. ايه كيف رجلك؟ احسن كثير. لا لا احسن ما ماتش باتر. لا لا انا كنت تعبانه قوي منها, قعدت اون كراتشز شهر ونص وكنت بمثل كده يعني. وبهاليوم كانت يسرى عم تستعد لمشهد طويل بهالفيلا وتحديدا بهالباركينج واللي قفلوه وبلشوا تصوير لانه شكله مشهد مهم. وطبعا صار الليل لحتى خلصت يسرى المشهد وحاولت اعرف منها شو المشهد بس ما قالت لي. رجعت لحقت على الكرفان اللي عم تحضر فيه حالا. تتوتري؟ لا لا. طب لما بتكوني مركزه بمشهد شو بيصير يعني؟ لا لما مش عايزه اشوف حد خالص امشي يلا. لا, لا لا لا. المكياج مهم بهذا الدور؟ انا محترمه كده شويه قدامك وشكل حلو لكن بعد ما تمشي لا مش هيكون هيك. ليش حطت مرمطي؟ حطت مرمطي يعني. لا يعني عشان المكياج مش هيكون كده خالص. طب شو المشهد الطويل اللي كنتوا عم تصوروه هلا بالكراج ليش طويل؟ هو طويل. ايه بس شو فيه؟ شفت بادي جارد. ده المفروض ان انا جايباه معايا البادي جارد علشان اخوف اللي انا بكلمه. بس أوكي. لكن هو مش بادي جارد معايا عشان انا يسرى يعني وبعمل حركات. لا 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 فاهم انه من المشهد.